معي على الهاتف مين يا جماعه؟ معايا دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيدله القاهره. دكتور، ايه رايكم في هذا القرار؟ طبعا كل الشكر لحضرتك استاذه رميس على عرض حضرتك الوافي واحنا الساده المشاهدين، لكن احنا للاسف الشديد انا بتكلم كنقابي مش رايي الشخصي، لكن انا بنقل لحضرتك نبض الشارع. احنا كان املنا وطموحنا اكبر من كده بكتير، لان فكره انك تاخد دوره في اعطاء الحقن مش هي اللي بتحمي المواطن او الصيدلي من اثار التحسيه اللي ممكن تحصل من الدواء. ودلوقتي كده يا فندم ان في بعض من حضرتك ممكن رصدتي في بعض المستشفيات خدت حقن اليومين دول وحصل وصاف المستشفيات واللي اداها تحت اشراف طبي، يعني تمريض اداها تحت اشراف طبي، واخرها حاجه في الدقي طفلين داخلين، طفل حصل حساسيه من السيفتراكسون ومات في لحظتها. فبالتالي انا ما فيش اي غطاء بهذا القرار او قرار او قانون يحميني تشريعيا ان لو حصل اي مشكله للمريض انا بمحمي ساعتها قانونيا وتشريعيا. للاسف الشديد هيبقى نفس المشاكل اللي حاصله وهروح للجنايات زي ما راحت الدكتوره مها في اسكندريه. طيب احنا دلوقتي انا طبعا بتقدم بكل الشكر والتقدير على ذكاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه المحترم، راجل تعامل مع الازمه بسرعه كبيره جدا. وانا يعني برصد مع حضرتك المشاكل الموجوده، الصيدله دلوقتي حضرتك بتكلمي من طبيعه الشعب المصري وطبيعه الصيدليات في قرى ونجوع ومناطق شعبيه وليل ونهار ومقدمي الخدمه الصحيه اقرب حاجه للصيدليه. فالصيدلي محطوط بين نارين، بين المطرقه والسندان، ادي حقن فلو حصلت مشكله انا ممكن البس قضيه، ولا ما اديش حقن واتحط تحت ضغط عصبي ونفسي وابتزاز عاطفي للصيدلي. القصه كلها احنا محتاجين قانون يحميني. وعندنا المشكله ودي الطامه الكبرى يا استاذه رميس، احنا اختزلنا القصه كلها في ان الصيدلي يعرف يدي الحقن ما يعرفش يدي الحقن، ما الصيدلي طول عمره بيدي الحقن. وفي صيدلي النهارده صيدلي بيكلمني يقول لي انا ليه 40 سنه بدي حقن، اروح دلوقتي اخد دوره تدريبيه. فاحنا كان اقتراحنا ان القرار يطلع للمؤسسه الصيدليه اللي مسموح لها تدي الحقن تحت اطار معين من الشروط، منها زي ما اشرت مع الوزير ان الادويه زي الادرينالين اللي هو منقذ الحياه في حال تحسس يبقى موجوده. اقول لك على حاجه استاذ رميس، بره في امريكا وكندا واستراليا وكل الدول متقدمه، الادرينالين موجود هناك معاهم في جيوبهم لكل مقدمي الخدمه الصحيه في جيبه ماشي بيه زي سلاح الضابط اوتو انجكتور. لو حصل اي تحسس لاي حاجه، نحله قرصته في الشارع، اي مشكله ممكن المريض يموت فيها. فلما يكون مقدم الخدمه الصحيه مدرب على الجرعات والتعامل مع الحاله حتى وصله نقل المريض للمستشفى، اعتقد كده اقدر انقل يعني انتم معلش خليني ارجع تاني، طلباتكم ايه يا دكتور؟ طلباتنا يا فندم رقم واحد ان القرار يطلع للمؤسسه الصيدليه، القرار يطلع باشتراطات ثانيه لممارسه مهنه الصيدله في الصيدليه. الكوميونتي فارماسيست يا استاذ لميس دوره اكبر بكثير من اختزاله ان هو يبقى مناول دواء عند حقن. انا عندي في امريكا انا نفسي بس، والكلام ده انا طرحته مع الدكتور اشرف حاتم وقبل كده في لجنه الصحه، نفسي ننقل تجربه من بره ننقلها في مصر كامله. دور الصيدلي الكوميونتي الصيدلي المجتمعي لو اتفعل صح في مصر مخرجات الصحه تبقى اعلى على المستوى. هقول لحضرتك على التفاعلات الدوائيه بره في امريكا، من حق الصيدلي يمتنع عن صرف روشتة لو الطبيب اخطا في وجود صنف او تركيز معين للدواء، من حقه يمتنع دون ابداء الاسباب. انا في مصر بيجي لي التليفون اصرف الدواء زي ما هو، ودي كارثه سوداء. رقم اثنين، حضرتك عملت شروط معينه تحت الجلد والعضل، طب يعني لو دي تحت الجلد والعضل ممكن يحصل تحسس نفس الوريد، هو اعملها عشان حاجه معينه عشان يقفل السكه على الصيدلي يمارس حاجه معينه. انا فاهمها كويس والجمهور كله فاهمها وكل الممارسين الصحيين في مصر فاهمينها، لكن انا عايز ابص على انه هو لا معلش انا مش فاهماه، اقف هنا تاني يعني قول لي بالظبط يعني ايه يعني هو ايه حضرتك المشكله دلوقتي في انك تدي حقن عضل او تحت الجلد، لكن لو سمحت لك بالوريد هتركب لي محلول في الصيدليه ولو جالك واحد تركب له كانيولا، فانا لا انت بالجزء ده مش هتاخده، انا هديك الجزء اللي ما هو كمان معلش ثواني، ما هو كمان مش صح ان في واحد يروح ياخد يركب له كانيولا او يعلق محلول في الصيدليه. طب حلو، والصح ان هو يديله حقنه عضل يحصل له مشكله يلبس قضيه؟ ما هي يا استاذ لا أمين. لا ثواني الوريد هو بيدي الاقل، بيقول الوريد عفوا بيقول العضل وبيقول اللي هي الحقن البسيطه، لكن الحقن الثانيه اللي هي لا 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 استاذ لميس، لاول مره احنا بنشوف اثار التحسيره تحصل من الدواء ده. لسه جاي لنا رصد دلوقتي ماده اسمها سيتوكولين، عباره عن حاجه تستخدم في المخ والاعصاب، وده دواء مستورد على فكره، حقن مستورده من بره، عملت تحسن لمريض في الغربيه كان هيموت.
ورصدنا النهارده باراستامول برضو اللي بوسك حصل مشكله لطفل صغير. القصه كلها استاذ لميس ان الكلام ده اتطرحت قبل كده وهتروح تم خلال برنامج حضرتك. نقطه مهمه، قسم اليقظه الدوائيه في الدوله المصريه عليه دور كبير جدا، وهذا القسم لن يقوم بهذا الدور الا اذا تعاون مع الصيدليات ومقدمي الخدمه الصحيه من التمريض ومن الاطباء. القصه كلها، القصه كلها استاذ لميس، انا مش محتاج مين يعمل ايه، انا محتاج ان انا افتح الباب لمقدمي الخدمه الصحيه سواء تمريض او اطباء او حد موجود تاني خارج الاطار الصحي وعايز ياخد كورس او دوره في اعطاء الحقن والتعامل مع حالات تحسس الشرع مع بره موجود كده. انا دوري مش ان انا ادي حقن، لكن انا بقوم بالدور ده عشان ظروف مصر وظروف اقتصاديه والتوزيع الجغرافيه الموجوده على مستوى الجمهوريه تختلف شكلا ومضمونا عن الخارج. طيب انا برضو معلش يا دكتور، انا برضو مش فاهمه يعني التلات عناصر اللي قالهم الوزير دي محاوله. اولا في قانون داخل مجلس النواب، لكن انا دلوقتي عايزه الحق وضع حالي في وضع طارئ، انه نقابه الصيادله قالت لك ما فيش حقن، انا دلوقتي عايزه احل وضع طارئ على فكره ولحد ما لحد ما القانون يتم اصداره ويكون في بقى انتوا تتدخلوا. معظم النقابات الفرعيه طلعت بعد القرار النهارده بيانات لرفض رفضوا القرار. ده طيب هو رفضوا هذا القرار والاستمرار. اقول لك يا استاذه لميس، هو حضرتك طبيب بتكتب روشته مضاد حيوي وانا اقوم بالدور ده، ولو حصل للمريض مشكله انا هشيل مسؤوليه. في نقطه مهمه جدا، طريقه كتابه المضادات الحيويه، هو ليه في مصر اكتر نسبه تحسس في العالم حاصله؟ ليه؟ حد حساسية يعني؟ ليه؟ لأن احنا أكبر استهلاك للمضاد الحيوي والحقن على مستوى العالم، دي رقم واحد. رقم اثنين، طفل جاي سخن وماشي على رجليه، بره بيديله باراستامول ثلاث أيام ويراقب ويشوف الحالة، أنا في مصر هنا بشوف أعلى جينيريشن من المضاد الحيوي بديله. خلي بالك والنقطة والكلام ده أقوله لك، والكلام ده لأول مرة اتقال في الإعلام. لا لا ده حقيقي، ما احنا عملنا حفل حلقة عن المضاد الحيوي. حاجة أخطر. هقول لك على حاجة أخطر، والكلام ده ناس تفهمه كويس جدا بالذات مقدمي الخدمة الصحية والجمهور، لأن في جريمة بترتكب في حق الشعب المصري من مقدمي الخدمة الصحية. يا أستاذ لميس، لما سيادتك بتكتب مضاد حيوي عمال على بطال، مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بتزيد. تمام. فبتيجي شاب عنده 25 سنة يعمل مزرعة ما يجيبش نتيجة، الشاب يموت ويروح فيه. طيب. هو معتقد، خلي بالك النقطة دي، هو مقدم الخدمة الصحية معتقد إن هو ما بيدي مضاد حيوي لواحد عمال على بطال الشاب ده هو اللي بيتضر. لا، انا حتى لو ما خدتش مضاد حيوي انا بتضر، لان انا بتصاب بنفس الميكروب. فاحنا طيب محتاجين مدرسه طيب جديده في التعامل. ماشي تمام، لكن انا دلوقتي بتكلم على الوضع الحالي. اذا النقابات الفرعيه رفضت هذا القرار من السيد وزير الصحه؟ يعني انتوا موقفكم ايه؟ انتوا رافضين ولا عايزين تتكلموا معاه تاني؟ انا مع احترامي الشديد لممثل النقابه العامه في اللجنه، النقابات الفرعيه هي الصوت ونبض الشارع، هم اللي شغالين على الارض. ممكن حضرتك تبقى استاذ جامعه وتبقى عالم في الجامعه. نقابه صيادله القاهره مثلا انتوا موقفكم ايه؟ نقابه صيادله القاهره طبعا المجلس كله يعني رافض البيان، رافض القرار. محتاج مش بص يا استاذ لميس، هقول لحضرتك بنقطه مهمه، كل الشكر وتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، الراجل ارقى حجر في مره كده وما دفنش راسه في الرمله وطلع قرار واستجاب، لكن هذا القرار كان يحتاج لتعاون بناء مع الناس اللي بتشتغل. انتوا عايزين ايه في القرار ده عشان القرار ده يكون افضل؟ عايزين يا فندم رقم واحد ان القرار يطلع للصيادله المتخرجين بدون تدريب، وان النقابات الفرعيه هي اللي تتحكم في هذه النقطه. رقم اثنين، قانون يحميني لو حصل اي تحسس من الماده الفعاله ما تحبسش، لان في عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا عالميه بقى، مش دي بتاعت مصر ولا بره ولا هنا، ان تنتفي المسؤوليه الطبيه لمقدم الخدمه الطبيه عندما يكون هناك اجراء طبي له اثار جانبيه متعارف عليها عالميا. معروف جدا ان السيفالوسبورين بمجموعتها كلها اللي هي المضادات الحيويه بتعمل حساسيه ليها اثار جانبيه قد تكون قاتله وبتحصل بره. طيب اذا احنا لسه عند راي يعني النقابه الاساسيه بقى قالت ايه؟ قالت كلمتها ولا لسه؟ النقابة الأساسية يا فندم، حضرتك طبعا عارفة إن في لجنة بتدير نقابة في مصر، لكن لا يجرؤ أي نقابة في مصر إن هو يخالف رؤية الجمعية العمومية. طبعا إحنا بقول لحضرتك إحنا القرار مش بنرفضه كله، القرار بقول للدكتور خالد شكرا وتقديرا على هذه الخطوة، لكن محتاج تعاون أكتر من كده مع احترام كبير. يعني هتدوا حقن ولا مش هتدوا الحقن؟ ده اللي يهم المواطن. القرار يا فندم مش قرار الدكتور محفوظ ولا قرار عضو نقابة، القرار ده قرار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، معظم النقابات الفرعية رافضة تدي حقن. طيب. لحين صدور قرار معين. خلي بالك من نقطة، احنا لسه مستنيين حكم بتاع اسكندرية ومن الحد اللي جاي
هنشوف ارث على ده هيبقى قرار. نعم. الحكم التاريخ مفترق طرق، وبرضه من خلال برنامج حضرتك نقطة مهمة جدا، آسف طولت على حضرتك بس نقطة مهمة جدا، نداء للدكتور الوزير محمد معيد وزير المالية. صادرات مصر تختلف شكلا ومضمونا في أنشطتها التجارية عن أي نشاط آخر، الرجاء إلغاء أو تأجيل التسجيل الضريبي بالفاتورة الإلكترونية لحين اجتماع مع النقابة العامة لصادرات مصر ووضع آلية محددة، لأن احنا اوريدي مسجلين عندكم، والمهنة الوحيدة اللي ليها بيانات جلية واضحة لدى مصلحة الضرائب هي الصادرات. كل عايزه حاجة واحدة، حضرتك محتاج مني كصيدلية الإيميل بتاعي، تبعت لي فواتير الموزع على الإيميل، أقول لحضرتك أنا خلاص استلمت الفاتورة ديت اكسبتد. طب وانت ايه اللي مضايق؟ انت معلش ثواني بقى، في قصه الصيدله، لان انا فعلا ده قضيه هناقشها دلوقتي، ايه مشكلتكم في التسجيل في الفاتوره الالكترونيه؟ بسيط هقول لحضرتك، اولا احنا سلع حكميه بتخضع لتسعير جبري معروف، وانا باخد بس انت ما بتبيعش بس الدواء، بتبيع حاجات تانية موجود يا فندم طبقا لاتفاقيه 2005، نسبه الربح فيه موثقه. طيب ومحميه ومحطوطه. ايه مشكلتك ان انت هقول لحضرتك ليه التكلفة الناتجة عن المشاركة في التسجيل الضريبي من السيستم او البرنامج او الاشتراك السنوي هيبقى قد ضرائب 5-6 مرات. دي نقطة مهمة جدا بالذات الصادرات، ام سعر جبري مش سعر حر. وانا هعترف ولا ايوه ده تسجيل. انا برضو عندي سؤال، ده تسجيل انت اوريدي متسجل في الضرائب، ده تسجيل الكتروني بس عشان تبقى جوه السيستم، ايه مشكلتك فيه؟ التسجيل الالكتروني يا استاذه لميس ليه مصاريف كل سنه تفوق الوصف، انا مش هقدر اتحملها. لو صيدليه بيبيع ب 2000 جنيه في اليوم هيقفل بعد سنه عشان يسجل ضريبيا. لا في مصاريف للتسجيل ولا ضريبه بتتاخد؟ لا يا فندم مصاريف للسيستم نفسه، حضرتك بتشتركي وبتروحي شركه مقاصه وبتشتركي ويبقى ليكي وفي سيستم بتجيبيه في الصيدليه عندك وبرنامج، وده ليه اشتراك شهري واشتراك سنوي وقصه كبيره. فانا في ده كام ده حوالي ب 1000 او 2000 جنيه سنويا ولا ده بكام؟ لا يا فندم احنا مستعدين ندفع ال 2000 جنيه استاذ لميس، حضرتك فاهم الموضوع ده، احنا ندفع ال 2000 جنيه وما يسيبونا مش مشكله. لا الموضوع يفوق 30000 جنيه في الشهر و25 سنه، مين الصيدليه اللي هتقدر تحمل ده؟ وخلي بالك من نقطه، انا عايز برضه سيستم ثاني وتسجيل ثاني واشتراك ثاني. طيب. مع منظومه التامين الصحي، فبالتالي القرارات دي هتخن، هقول لحضرتك القرارات دي هتخن مهنه الصيدله وهتبقى حكم بالاعدام. طيب. على ممارسه مهنه الصيدله في صيدله مصر. طب خلينا نسمع وجهات نظر ثانيه. شكرا دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيدله القاهره. اذا عندنا لسه مشكله مع النقابات الفرعيه لصيدله مصر بخصوص قرار وزير الصحه، من الواضح ان لسه ما فيش اتفاق وتوافق حول ما اصدره وزير الصحه، ان هو يعني هو غالبا هو مش عايزين ياخدوا دوره جديده، وقال لك الصغيرين بس اللي ياخدوا دوره، لكن الناس اللي بتدي حقن بقى لها سنين مش عايزين، وكمان لا عايزين قانون، والقانون طبعا هذا هو قانون المساءله الطبيه، وده قانون مهم نتمنى من المسؤوليه الطبيه، نتمنى من مجلس النواب انه يخلصه بسرعه لان احنا بنتاخر قوي. الفاتوره الالكترونيه ده وجهه نظر الصيادله.